واحد من الأسئلة المهمة اللي بيطرحها الفيلم، بس أنا هسأله بصفاتكم الشخصية، لأنه كل واحد بيتفرج على الفيلم هيسأل نفس السؤال ده. لو بنتك 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 لو بنت أي حد حبت واحد أكبر منها ب30 سنة وكانت في غاية الحب وشايفة أنه ده هيعوضها عن حاجات كتيرة قصاد دموعها ومشاعرها المرهفة وقلبها المكسور، هل المفروض أنه أو هل يقدر أبوها يوافق ويبارك الجوازة دي؟ هبدأ بيك يا أمين. طيب أنا هحط بنتي في مكانها، في مكان ليلى، أنا هعمل كده بالظبط، هجيبها أقعدها وأقول لها كل الحاجات الوحشة اللي ممكن هتشوفها في حياتها، وأقول لها الحاجات الحلوة اللي هي اللي إن هي بتحبه، والحب ده أكيد حاجة حلوة يعني، لكن طبعا هقول لها إن ده بعد يعني إن هي مش هتعيش كل الحاجات الوحشة. أوكي، الفكرة إن هي لو عندت، أنا بحط بنتي بالظبط في الصورة دي، أعمل إيه؟ هضطر أوافق. أمينة ده صاحب أبوها، ما أنا هقول يعني الجيل، يعني عارفة هقول لك حاجة، المشهد الماستر سين الجيل ده، الجيل ده لو رفضتي أخاف إن البنت دي تروح تتجوزه من وراي، فهضطر أبارك الجواز. أنا بتكلم، أنا بتخيل بنتي، هضطر أباركها، هعمل إيه؟ أنا هقول الحاجة الوحيدة اللي أنا شايفاها في العلاقة دي الكويسة اللي هو الحب، والحب ده لازم نديله وضعه، لازم نديله مكانته، لكن الحاجات التانية إن هي طبعا يعني حاجات كتيرة يعني، ما يعني لو هي 20 ولا 30 وهو 60 يعني هي هتبقى صعب، لكن أنا شخصيا هقف جنبها أحسن ما هي تروح منه، لأن هتقدري تحبسي الجيل الجديد ده في البيت، هتقدري هعمل إيه؟ أنا ده رأيي، هضطر أسبورت الجوازة. محمد أنا؟ لا بس بصراحة شديدة، لأنه أنا بصراحة كل حد هيسأل نفس السؤال وهيبقى عنده إجابته. هو صراع ما بين العقل والقلب. يعني أنا بالنسبة لي العقل هيقول لأ. قلبي إيه ده؟ هو مش بس أكبرها ب30 سنة، ده هو صاحب أبوها، يعني هو طلع له الصورة وقال له دي ليلى اللي كنت بتقعدها على حجرك، يعني المصر السين العظيم اللي حصل ما بين العملاقين خالد الصاوي وشريف منير، الواحد حاسس انه منفعل وعايز يضرب شريف منير. يعني يضرب شريف، دكتور شريف، ايه ده انت كنت بتقعد وجاب له الصوره وهي بيبي، يعني قال له اصل حبيتها غصب عني، انا اسفه ان انا متداخله، بس هو غصب عنه ازاي يعني؟ اصل الحب ده ملوش مقاييس، الحب ده حالة ما نقدرش احنا نحسبها بالحسابات بتاعتنا، انما العقل هيقول انه مفيش تكافؤ على مستوى السن، مفيش تكافؤ على مستوى الخبرة الانسانية، يعني ممكن لحظيا هي تخش في التجربة دي، بس ممكن التجربة دي تفشل من اول اسبوع، لان التكافؤ ده مهم جدا. انا بسأل سؤال واضح وصريح، انا هرضى ولا ما ارضاش؟ بنتك جت قالت لك انا صاحبك يا بابا ده لو عشت عمرك انا هتجوزه، او لا ايوه كده قول الحقيقه. ايوه العقل والقلب، هي دي صعبه. طب ايه اعمل ايه؟ انا هوري لها كل الحاجات الوحش وهسيبها تتخطب له، يمكن لما تتخطب له هيبان الحاجات اللي مش كويسه، بس الجيل ده هيهنت، هتهنت. خالد عريش، ده مستحيل طبعا. لا انا وانا بتفرج ما عجبنيش يعني كدراما، انا ما عجبنيش العلاقه ما بين، انا مش عايز يعني، وده اللي مطلوب يعني، ان انا كمشاهد حسيت بالصراع، ايه ده، لا لا لا، ايه اللي بيحصل ده، مش حابب. فلا انا لا ضد عقل وقلب وكل حاجه. يعني هو مجتمعيا انا مش هقدر اوافق على العلاقه دي، يعني لو انا وافقت عليها المجتمع اللي احنا عايشين فيه مش هيوافق عليها. ومش المجتمع بس اللي احنا عايشين فيه، بتكلم المجتمع، بتكلم في العالم يعني، بنتي مش منطقي بنتي. يعني قولي لي يا فاطمه. لا انا مرعوبه اصلا من السؤال قوي، يعني لا من جوايا طبعا مش هحب اعمل كده، ومش هحب اخليها تعيش التجربه دي، بس انا في الفيلم صعبوا عليا انه انا شايفه ان هي مش علاقه حقيقيه، ولكن قد ايه الظروف التانيه وآراء الناس خلتها تحس بالغلط ان هو ده الحب، لان هي كانت محتاجة لأبوها، كانت محتاجة لحاجات تانية. فانا بشوف ان هي بتتصنف في مشاعر تانية هي تفهمها غلط لسنها،
وهو كمان رايح لفرصة. بس أنا شخصيا لو بنتي لا هفضل وراها تماما، إنه لا إنه ما ينفعش هقدر أسيبك تعملي ده. هو الغلط مش على البنت قليلة الخبرة خالص، مفتقدة حب أبوها، مفتقدة العاطفة. هو الغلط على الرجل الكبير صح اللي تعامل أنا أسفة بخسة. يعني مشاعر إيه الغصب عنك اللي تروح لبنت صاحبك اللي كنت بتربي شلتها وهي بيبي؟ لا أنا أضربه عادي أقسم بالله. ما في، أنت مش متعاطف مع موقف الصديق ده؟ لا لا، يعني أنا لو يعني مش بتقولي بتسألي السؤال ده ليه أنا؟ لا ما موافقش خالص، وهو طبعا بالنسبة لي يبقى خلاص كده مش موجود. لا وهو عمر في الفيلم ما وافقش. يعني عمر في الفيلم رفض ده تماما بالظبط. لا بس هو كان بيتعامل معاه ببراءه، قبله في الاخر. لا في يعني في النهايه، بس هو كان في الاول لا مش حابب ولا هو قبله في عقل انا بس، مش قبلوش في الحقيقه. ده في مخ انا بس، المشهد الاخير ده انا مش حد. الفيلم خلص، هو قبله في مخي بس. هو في مشهد مهم قوي، لان دي كانت اكتر حاجه وانا شغال على الفيلم بسال فيها نفسي طول الوقت، وده كان اكتر سؤال وجعني. عشان كده عملت مشهد احنا كلنا عارفينه في الفيلم اسمه مشهد انا اسف. يا خبر ده احنا كلنا عارفينه، ده عياط بس. انا اسف، دموع انا المشهد دموع. ده يعني انا شفت بنتي وفي الاخر هو كان هيقول لها ايه، هيغضب عليها، فلف قال لها انا اسف. وده اللي انا حسيته، ان انا قصرت معاكي كتير، انا اللي وصلتك ليه ممكن تعملي كده. لو كنت انا مديكي الدفء والحنيه كنتش هتروحي لده. فهو ما غضبش عليها وقام حضنها. السؤال بقى هو، هي افتراضية صعبة شوية، لأن أنا مش مفروض أبقى بقولك اعملي أو ما تعمليش إيه، أنا ما عنديش السلطة دي، ربنا ما ادهنيش حد. بس كان كل بيجي في دماغي في وقتها أن أنا هبقى أحاول أخليها تعيش التجربة ما تتجوز. يعني طيب سيبك من ده، هتعملي مع صاحبك ده؟ بعد ما اضربه؟ لا لا انا برضو مستنيه. ايوه مستنيه جبت. هعمل لخالد عمر بالظبط ونفس الاحساس. في النهايه دكتور شريف ده في مقام عمها، يعني هو صاحبه عشره عمره طبعا، اللي كان بيلعبها وهي صغيره طبعا. يعني هي كمان مش بس فرق السن، هو في مشكله اضافيه غير فرق السن. قول لي لو موقف ده في الحياه حقيقي كنت هتعمل ايه؟ اولا انا ما عنديش ولاد للاسف يعني، بس الحمد لله على كل حال. بس انا عشان اديكي فكره، يعني انا عندي كلبه صغيره دي بتمسكني من هنا، يعني مش قادر اقول لها لا على حاجه. فبقولك لو عندي بنت هتضعف طبعا. في كذا نقطه، لو هو بيستغلها، لو هو بيعمل حاجه من ورايا علشان هو نيته سيئه، فده هقطع خبره من الدنيا اساسا. انما لو هو وهي اتورطوا في علاقه وجايين عايزين يتجوزوا، بعد المناقشات وبتاع هبقى حاطط في الافق بتاعي اني المها ويتجوزوا وان شاء الله يبقوا يتطلقوا بعدين او ينجحوا. براجماتي قوي. لا بس معلش، لو خدعني او خدعها هتبحوا. اكسكيوز معلش، ما هتبحوا. انما لو هو عايز يتجوزها وفشلت في الاقناع خلاص. بس انا طبعا دلوقتي مش مقتنع الا ده. طب معلش انت بتقول لو استغلها، وهو في ايه استغلال اكبر من انه واحد بيستغل فرق الخبره فرق السنين، وبيستغل معرفته ان هي مفتقده لحنان ابوها وان العلاقه مقطوعه؟ يعني هو في النهايه هو بيتعامل مع عيله صغيره، مش عايز اقول اتلاعب بمشاعرها، بس هو عارف ان هو يقدر يسيطر على مشاعرها. لو هي عندها 20 سنه غير لو هي عندها 30 سنة. 20 سنة ينفع الكلام ده. 30 سنة شخص عندها تقدر تاخد قرار. مش ممكن هكون مربيها على انها تبقى تابعة ليا وهي عندها 30 سنة. فاهمني؟ هيبقى عندها الحق انها تاخد قرار. هيبقى بس كل خوفي ان هي لا هي تكون بتستغله ولا هو يكون بيستغلها، لان الاستغلال بيبقى متبادل. ده رأيي خالد الصاوي الشخصي، انما هو في الفيلم كان انفعاله والماستر سين ده كان شيء يعني ما كانش تمثيل كان حاجة أكتر من الإبداع. ليلى أنا بحبك. مش باين عليه خالص،
سهل. الحاجات دي ما فيهاش يمكن، الحاجات دي فيها هات وخد. هو هيديك ايه وانت هتديله ايه؟ قبل ما تطلب ايد ليلى للجواز، ايه تاني طلبته منها وهي مشكوره اديتهولك؟ دي ليلى، ليلى اللي كنت بتاخدها على حكايه. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.